غاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره يشير إلى آية أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة فإنها لا يجوز لها أن ترجع لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، حتى فإذا لم تنكح زوجا غيره سيبقى الحكم عكس المنطوق بالمنع. ومثل للعدد بقول ربنا تبارك وتعالى وكالثمانين لعد أجره، يعني مثل له. وقول ربنا تبارك وتعالى في سورة فاجلدوهم ثمانين جلدة، حد القاذف يجلد ثمانين جلدة، معنى ذلك مفهوم ألا تجلد أقل من ثمانين، تسع وسبعين، ولا أكثر من ثمانين، كم؟ واحد وثمانين، لا تجلد لا فوقه ولا أقل منه، تجلد بالعدد. هكذا مثل عليه رحمة الله. ثم انتقل إلى النوع التاسع والعاشر وهو المطلق والمقيد. قال المطلق، ما الفرق بين أخذنا العام، ما الفرق بين العام والمطلق؟ المطلق ما دل على أفراد، وليس كل الأفراد، على أفراد بوصف تشمل حقيقة جنسه، ما دل على أفراد أو على فرد بوصف يشمل حقيقة جنسه. فقد تقول مثال: اعطني كتبا، كتب جمع أو تثنية أو فرد أو إفراد؟ جمع، وأقل الجمع. لو جاء إنسان فوضع ثلاثة كتب وسلمها لأستاذه بعد هذا الأمر، أيكون قد امتثل أو لا؟ قال: لأن الأستاذ جاء بنكرة، وهذه صيغة الإطلاق، بنكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. أي كتب؟ ثلاثة. وإن كنت ممن يرى أقل الجمع اثنين فقد أديت ما أمرت به وتكون قد امتثلت الأمر. طيب، فإن قال أستاذك: اعطني الكتب، فكان في المكتبة عشرة كتب وجئت بها بثلاث منها، هل تكون أديت الواجب وأديت هذا الأمر وامتثلته؟ لا. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأول مطلق، فأي ثلاثة منها يؤدي الغرض، والثاني عام يشمل الجميع، جميع الأفراد. فالمطلق يشمل جميع الأفراد من جهة الوصف، أي كتاب، صغير كبير أحمر باللغة العربية بغير اللغة العربية، أي كتب، ثلاثة تكفي. في المقابل العام يشمل شموله لجميع الأفراد، ينظر إلى الأفراد. المطلق يشمل من جهة الوصف والأوصاف، والعام يشمل وينظر ويتجه الأمر فيه إلى الأفراد. ثم يقول عليه رحمة الله: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ. ويجب، هذا إشارة عليه رحمة الله، ويجب حمل المطلق على ضد المطلق. وما هو ضد المطلق؟ المقيد. فإذا يجب عليك أيها الناظر في علم القرآن، المعالج للتفسير وتريد أن تمارس التفسير، أن تحمل المطلق في القرآن على المقيد إذا أمكن، فإن الحكم للمقيد وليس للمطلق.
فهذا هو الأمر. ثم مثل له عليه رحمة الله كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، يشير إلى كفارة القتل وكفارة الظهار. في الأولى جاء عتق الرقبة مقيدة بماذا؟ بوصف الإيمان مؤمنة. وفي قتل وفي كفارة الظهار جاء عتق الرقبة مطلقا، لا مؤمنة ولا كافرة. فأهل العلم يقولون أن العلاقة بين المطلق والمقيد على أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفق النصان في الحكم والسبب، في الحكم والسبب، كأن يكون حكمهما واحد وسببهما واحد. والحالة الثانية أن يتفقا في الحكم ويختلفان في السبب. والحالة الثالثة أن يختلفا في الحكم ويتفقان في السبب. الحالة الأخيرة أن لا يتفقا لا في الحكم ولا في السبب. أما الأخيرة فبالاتفاق كذلك لا يحمل المطلق على المقيد، والأولى بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد. بقينا فيما هو ما بينهما، في أن هل نحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب؟ الجمهور على حمل ذلك. فنحن عندنا في كفارة القتل والظهار سبب الأولى القتل وسبب الثانية الظهار، هل اتحدا في السبب واختلفا؟ اختلفا. وحكمهما العتق، هل اتفقا أو اختلفا؟ اتفقا. قال الجمهور فيها مثل هذه الصورة أن نحمل المطلق على المقيد لأن الحكم سواء واحد، لكن الله تبارك وتعالى أطلق في يد السارق وقيد في آية الوضوء إلى المرافق، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا تقييد، تقييد تم الإطلاق في آيتين، آية السرقة والآية في آخر الآية الوضوء في سورة المائدة جاء إطلاق اليد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في التيمم. لاحظوا معي بالنسبة للوضوء والسرقة سبب هذا الحدث وسبب هذه السرقة، هل بينهما اتفاق؟ حكم هذا الغسل وحكم هذا القطع، هل بينهما اتفاق؟ هل يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع يد السارق من المرفق؟ لا، هذا بالاتفاق، هذا اختلفا في السبب وفي الحكم. في التيمم السبب الحدث، وفي الوضوء السبب الحدث، هل اتحدا في السبب؟ نعم. طيب حكم هذا في الوضوء، هذا العضو في الوضوء الغسل، وحكمه في التيمم المسح، اختلف في الحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور على عدم الحمل، وقيل بالحمل. عرفنا هذه التصورات، إذن عرفنا أن المراد بأن هناك أحوالا، وباب تفصيله أين يكون؟ في أي علم من العلوم؟ في أصول الفقه. ثم يقول وحيث لا يمكن كالقضاء، يعني وكذلك في إذا هذا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد جعله معلقا بالإمكانية. طيب إذا كان غير ممكن فماذا أفعل؟ قال وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي، يعني لا تتبع حكم المقيد، لا تتبع المطلقة حكم المقيد إذا لم يمكن حمله. ومثل له عليه رحمة الله
بقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: فعدة من أيام أخر. ما هذه المراد منها؟ قضاء رمضان. طيب إذا كان الإنسان قد أفطر من رمضان 10 أيام، فهل يقضيها متتابعة أو يقضيها متفرقة؟ سنتصور هذا بعد أن نعرف. الآن هذا الصيام بالنسبة له هل هو أداء أو قضاء؟ قضاء، أشبه بالكفارة، صحيح؟ طيب، ربنا عز وجل قال في كفارة الظهار: فصيام متتابعين، أمر بالتتابع. وجاء في قول ربنا تبارك وتعالى في كفارة اليمين: فصيام 3 أيام، وجاء في قراءة ابن مسعود لم تصح متواترة وهي شاذة كما جاء: 3 أيام إيش؟ متتابعات، أمر بالتتابع. جاء في القرآن الكريم أمر بالتفريق. المتمتع إذا لم يتيسر ويستيسر له الهدي فماذا يجب عليه؟ قال الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7. هذا أمر بالتفريق أو لا؟ فأنا أريد أن أقيد هذا المطلق، فهل أقيده بهذا أو بهذا؟ ماذا أشار عليه رحمة الله؟ قال: لا تقتفي، لا تتبع المطلق حكم المقيد، لا تحمله، فلا يحمل المطلق على المقيد إذا تعددت التقييدات ولم يمكن الجمع. هذا تقييد بالتفريق بأنك تصوم مفرقا 3 و7، وفي آيات الظهار جاءت متتابعة 2 كاملين، فأنت تريد أن تصوم قضاء رمضان، فهل تعمل نص التقييد بالتفريق أو نص التقييد بالتتابع؟ هنا يقول لك الشيخ: لا تعمل لا هذا ولا هذا للتعارض. عرفنا؟ نعم. لا، نحن دحين لو نخرج إلى الفوائد ما أتممنا الوتر. طيب، بإذن الله عز وجل نوفق لإتمام المتن بإذن الله تبارك وتعالى. النوع 11 و12: الناسخ والمنسوخ. قال: وصنفوا في ذين من أسفار، يعني قد صنفوا في هذين النوعين وهو النوع الناسخ والمنسوخ من الأسفار، يريد بها تكثيرا، واشتهرت في الضخم والإكثار، مشتهرة بتصانيف ضخمة كبيرة وبتصانيف مطولة وفيها إكثار وسرد للمرويات. ثم قال: وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة: لا يحل لك النساء صح فيه النقل. يشير عليه رحمة الله إلى أن الناسخ والمنسوخ ترتيبهما في المصحف الشريف يكون في أول الأمر المنسوخ ثم الناسخ، يكون الناسخ ثم يأتي ثم تأتي، يكون المنسوخ ثم يأتي بعدها آية الآية الناسخة، لذلك المنسوخ. وذكر استثناء لهذا، هذا يتكلم عن ترتيبه أين في المصحف، لكن لا يمكن أن يكون هذا المراد الزمني، الترتيب الزمني لا يمكن، لأنه يجب أن يكون النص الناسخ متأخرا عن النص المنسوخ، وإلا كيف يأتي ناسخ متقدم على منسوخ؟ ما يمكن هذا، هذا لا يقبل، زمنا غير مقبول، المتأخر هو الناسخ، لكن هو يريد بهذا الترتيب في المصحف الشريف. فلذلك قال: وناسخ من بعد منسوخ أتى، يأتي الناسخ دائما بعد المنسوخ في ترتيب الختمة، في ترتيب المصحف، فيأتي بمعنى المنسوخ أولا ثم الناسخ. ثم يقول عليه رحمة الله: إلا الذي قد ثبت، قد ثبت على الخلاف في آيتين: آية العدة وآية لا يحل لك النساء. آية العدة جاءت
الآية المنسوخة متأخرة عن الناسخة، فالناسخة في قول ربنا تبارك وتعالى لمن يتوفى عنها زوجها يتربصن أربعة أشهر وعشرة، وفي الآية المنسوخة متاعا إلى الحول غير إخراجها. فلذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية منسوخة ولكنها في الترتيب جاءت متأخرة لترتيب الختمة، وقبلها بأربع خمس آيات جاءت الآية الناسخة بأربعة أشهر وعشرة. ثم بعد ذلك عليه رحمة الله، وسنستعجل إن شاء الله عز وجل في سرد هذه الأبيات للسهولة ما بعدها إن شاء الله عز وجل، قال: والنسخ للحكم والاتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. يذكرون أن النسخ إما أن يقع في الآية دون الحكم، وإما أن يكون للحكم دون الآية، وإما أن يكون لهما جميعا، ومثلوا له بالنسخ للحكم دون الآية كما ذكرنا في عدة اللاتي يتوفون أزواجهن، فإنه المطلوب عليهن كان في الحكم السابق المنسوخ حكمه وبقيت الآية، وهو أن يمضي الحول كاملا عليهن متاعا للحول غير إخراج، هذه نسخ حكمه ولكن بقيت الآية. وعللوا لذلك أحكاما، منها تعليم والتذكير بفضل الله عز وجل في التشريع والتخفيف. ومثلوا لي ما نسخ نسخت آيته وبقي حكمه آية الرجم، وذكروا بذلك قول ربنا تبارك وتعالى فيما نسخ من القرآن الكريم: والزانية والزاني والشيخ والشيخة 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 إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب، ثم ذكروا مثالا لما رفع نصه ورفع حكمه، مثالها قول عائشة رضي الله عنها، وضرب لهذا مثالا في آية الرضاعة أو بهما جميعا كآية الرضاعة، إشارة إلى قول عائشة: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس. هل هذه الآية موجودة الآن؟ غير موجودة، فقد نسخت من القرآن، نسخ نصها ونسخ لفظها. ثم ذكر النوع الثالث عشر والرابع عشر، يشير إلى المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. النوع الثالث عشر المعمول به مدة معينة، النوع الرابع عشر ما عمل به واحد، ويضربون له مثالا واحدا، ولا يوجد شيء بهذا يشترك في هذين النوعين إلا مثالا واحدا، وهي آية النجوى. آية النجوى التي جاء فيها الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قالوا هذا الأمر نزل ساعة من نهار ولم يدرك العمل به إلا صحابي واحد، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل بأنها مكثت عشرة أيام، وهذا يستبعده بعض أهل العلم لشدة الحاجة إلى مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال: كآية النجوى، كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، يقصد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وساعة قد بقيت تماما، يشير إلى أن بقاءها كان ساعة، وقيل لا بل عشرة أيام، يعني هناك قول آخر بأنها مكثت عشرة أيام. العقد السادس، وهنا يتكلم في العقد السادس إلى ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، يتعلق المعنى باللفظ، وهذا العقد سيتكلم باختصار عن باب من أبواب البلاغة، أو نستطيع أن نقول قسم من أقسام البلاغة. البلاغة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول البيان، يتكلم فيه عن المجاز والحقيقة والاستعارة وما بعدها ما يدخل تحتها، والبديع، ويتكلم عن المحسنات اللفظية والمعنوية، والمعاني، وهو الذي سيتكلم عنه شيخنا، وهو الإنشاء والخبر وتوابعها من القصر وما سيأتي الآن في هذا الباب. فهذا الباب يتكلم عن القسم
المعاني من أقسام البلاغة، فلذلك تفصيله يكون في البلاغة، وسنمر عليه تعريجا سريعا. قال: الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. يشير إلى أن هذا المبحث بحثه في علم المعاني من علوم البلاغة. الفصل والوصل، الفصل هو العطف بين الجمل، والوصل قطع الوطف، يعني ترك العطف بين الجمل، والوصل هو العطف بين الجمل. وذكر أمثلة، قال: مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها، وتلك وتلك الله، إلى هذه النقطة. طبعا الإشكال في المنظومات وفي النظم أن النظم قد يتداخل، فاحترازا من الشارح عليه أن ينتبه إلى مواقع العطف أو مواقع معنى الكلام دون النظر إلى النظم، يعني بالاهتمام بالنظم لدرجة أنه يهتم بالنظم فيفوت المعنى. ثم قال: مثال الأول، ذكر الأول ماذا؟ الفصل أو الوصل؟ الفصل، فالأول هو الفصل. فمثل له بقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ، ما عطف، ما جاء العطف هنا والله يستهزئ بهم، قال لا، الله يستهزئ. فهذا فصل أو وصل؟ هذا فصل، ترك العطف بين هذه الجمل، فهذا فصل. فلذلك قال: ما بعدها عنها، يعني ما بعد فصل أول الآية عن ما بعدها من لفظة الجلالة الله، تلك الله يعني من بعد اللفظة، الله يستهزئ بهم، هذه الجملة مفصولة عما قبلها. فلذلك قال: جملة إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نصنع، فصلت عما بعدها التي مبدأها لفظ الجلالة الله يستهزئ بهم، هذا معنى البيتين أو البيت والنصف. ثم قال: إذ فصلت عنها كما تراها، موجودة مفصولة كما تراها رأي العين في المصحف الشريف. ثم قال: ومثل للثاني، قال: وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. قال الله عز وجل في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. ثم قال بعدها: وإن، عطف الجملة على الجملة. ثم ذكروا في علوم البلاغة في علم المعاني أحوالا لهذا الوصل والفصل، متى يفضل الوصل ومتى يفضل الوصل أو الفصل. الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة، وشرحها على عجالة. نبدأ بالوسط، المساواة أن يساوي اللفظ معناه بقدره، اللفظ إزاء المعنى بقدره. الإيجاز والإطناب متعاكسين، أن يكون اللفظ أصغر وأقصر من معناه فيكون المعنى أطول، هذا اسمه الإيجاز. العكس بالعكس، أن يكون اللفظ أطول من معناه فيسمى الإطناب. ثم مثل ذلك بأمثلة، عرفه بالأمثلة، قال: ولكم الحياة في القصاص، قل مثال الإيجاز، ولا تخفى المثل. هو يشير هنا في مثال سورة في آية البقرة في قول ربنا تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. هنا انتهت الجملة، حياة يا أولي الألباب، حياة، هذا المعنى، هذا ممكن أن تستنبط منه أحوالا كثيرة. لك حياة في تهديد من يريد القتل أن لا يقتل، وحياة في من قتل أن يقتل، وحياة في من قتل له أن يقتل فلا يتعدى، فيبرد ما في قلبه من الألم على مقتوله، ويكتفي شر التعدي على أكثر من قاتل مثلا مقتوله، وهكذا. ثم قال: لما بقي، يعني والأمثلة لما بقي، وهو الإطناب والمساواة. كلا يحيق المكر، يشير إلى أن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أن فيها المساواة، معناها وإزاء لفظها تماما. ولك في إكمال هذا أجر، يعني أكمل هذه الآية، لك الأجر في إتمام قراءتها إن شاء الله عز وجل، لأن الحرف بعشر حسنات. قال: نحو ألم أقل لك الإطناب،
قال الله عز وجل في قصة موسى ومن والخضر، قال ألم أقل إنك في الموضع الأول، ثم قال بعدها للتأكيد على ذلك ماذا قال؟ زاد وأطنب، فكان اللفظ أكثر وأطول من معناه، كثرت فيه المؤكدات. ألم أقل لك إنك. طيب، ثم قال وهي لدى المعاني باب، يعني يريد إلى أن هذا الفصل والوصل الإطناب والإيجاز والمساواة باب من أبواب المعاني، باب من أبواب علم المعاني من علوم البلاغة. ثم قال السادس القصر، قال وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علم القصر هو الحصر، القصر هو الحصر، ومثل له بحصر الرسالية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فليس هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كقولك في المجلس ليس بيننا كاتب يعني يعرف الكتابة إلا فلان، فأنت قصرت الكتابة على فلان وأنت حصرت الكتابة في فلان، وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إنك بهذا قصرت العبادة على الله عز وجل، فلا تعبد مع الله آلهة أخرى وحصرت ذلك، وإياك نستعين فلا تستعينوا بالله إلا بالله، قصرا للاستعانة بالله عز وجل وحصرا لذلك على الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.